راح تلاقي ان الشريك في الفترة القادمة مستعد اكثر، اللي هو برج الحمل، مستعد اكثر ومتفرغ لك اكثر عشان يكون معاك، عشان تبتدون هاي الشراكة. احتمال ان في السابق برج الحمل كان شوية مبتعد، دائما كنت انت اللي تضع الاستثمار في العلاقة، الوقت، الجهد، كأنما كنت قاعد قبل تسوي جهدك ومسؤولياتك ومسؤوليات الشريك، كنت دائما انت اللي ماخذ على عاتقك تسوي الامور الكبيرة في العلاقة. ولكن في الفترة القادمة اشوف انه راح الشريك هو يكون مستعد انه شو اقول لك يماثل جهودك ويعوضك عن السابق. يعني كأنه في الفترة القادمة راح يقول لك انت خليك مرتاح، مثل ما هاي المرأة اللي جانبها طفل، راح يقول لك انت خليك مرتاح، حان الوقت ان انا اسوي الامور الصعبة، الامور اللي تحتاج مجهود، خلي المسؤوليات في الفترة القادمة على عاتقي انا، انت خليك مرتاح، خليك مركز في حالك، خليك مركز في عملك، في اي اشياء تحبها. ولكن حان الوقت، راح يقول لك برج الحمل، حان الوقت ان انت يا برج الاسد فعلا تكافئ على جهودك بالراحة. اللي بعده، Page of Pentacles، الخماسي الصغير. Four of Cups، في احد مو عاجب العرض. انت يا برج الاسد لان تتوقع يمكن من الشريك افضل، تتوقع حصة الاسد، الحصة الكبيرة، عاطيك الخماسي الصغير. اوكي، احاول. الشريك برج الثور، طاقته هي طاقة الارض، يحاول يعطيك عرض ولكن صغير ما عجبك. اوكي، احتمال ان انت تطلب زواج، هو يعرض عليك حب، يعرض عليك علاقة، يقول لك اصبر، العرض اللي يعطيك اياه ابدا ما يماثل توقعاتك، ولكن يحاول يعوض عن صغر عرضه وصغر نمو، او سوري، بطء نمو العلاقة بالمشاعر، بانه يعرض عليك الحب، الغرام، يعوض عن عدم مقدرته على ان يعرض عليك الاستقرار العاطفي، الاسري، الارتباط. احتمال راح نشوف في اخر كارت شنو يطلع. اوكي، كوين اوف وانز، راح تاخذ يا برج الاسد طاقة ملكة النار، الملكة اللي ما تلاعب، تعرف قيمتها، تعرف ماذا تريد، وتذهب وراء ما تريد. احسك مع كل اللي قلته انا في البداية، راح تعطي برج الثور مثل الفاينل ألتيميتم، مثل ال بالعربي انذار نهائي تقريبا، شيء كذي، راح تعطي مثل الانذار النهائي، انه اما ترفع عرضك، اما انا برج الاسد لازم تعطيني، وانت برج الثور، انت بعد من الابراج الرئيسية او خلينا نقول الثابتة، لازم تعطيني عرض يناسبني، يناسب حجمي، يناسب تطلعاتي. شوف الاسد دائما يتطلع الى الافضل، دائما ما يحب ينزل نفسه الى الاقل. فانت هني ما عجبك عرض الشريك، تحس انه صغير او تافه لا يليق بحصة الاسد، راح يحاول يعوضك، ولكن مو انه يزيد عرضك مثل بعض القراءات يعطيك خماسي اكبر، لا، راح يعوضك بالمشاعر، يقول لك ممكن لو نصبر شوية، ممكن لو تعطيني وقت اكثر، ممكن كذا كذا، يحاول يخلي الامور سلسة. ولكن انت راح تاخذ طاقتك الطبيعية مع الثور، هني قاعد اشوفه يحاول ينطح باي طريقة، يبي يدخل يخليك توافق على عرضه، توافق على شروط احتمال للعلاقة. انت راح تاخذ في الفترة القادمة الطاقة الحقيقية لبرج الاسد، ملكة النار اللي ما تلاعب، ما تسمح لأحد ان يخليها تسوي شيء مو مقتنعة فيه، تفعل ما تريد وتقصد ما تفعله. راح جدا تكون واثق من الاجراءات اللي راح تاخذها مع برج الثور في الفترة القادمة. اوكي، اللي بعده، برج الجوزاء، شلون راح تكون علاقتك مع برج الجوزاء؟ الهرمت او الزاهد، ما ادري، احس ان في احد حزين
ولكن ما قاعد يتكلم مع الشريك بخصوص الحزن، بخصوص الزعل. برج الأسد، هل أنت حزين لأن الشريك حاله أفضل من حالك وتحس أنه مستقر أفضل منك؟ قاعد تقارن حياتك بحياة الشريك، تحس أن الشريك حاليا ما يحتاجك شيء كذي؟ أوكي، نايت أوف كابس. برج الأسد، أشوف أنك مثل ما قلت لك حزين بسبب شيء، يعني ممكن حتى نعيد تغيير هاي الكارتات عشان أكون واضح لكم للقراءة. أنت حزين، عندك حزن بس مو نوع الحزن دائما. برج الأسد البرج القوي الواثق طاقة النار، ولكن حتى حزنك تخبيه تداري عن الناس، ما تحب الناس يشوفون ضعفك، عندك كبرياء، أنت في النهاية أسد. فاللي بصير في الفترة القادمة توافقك مع الشريك ان انت مفكر، واحتمال انك ناوي ان في الفترة هذه يكون عندك وقت خاص مع الشريك، اهتمام راح تحصل تتوقع من برج الجوزاء، الاهتمام، الحب، الحنان. ولكن راح يصير شيء، احتمال يصل فارس الاكواب الى المسرح او الى الشريك، تصل وتلاقي ان الشريك لاهي بغيرك، مو شرط علاقة ثانية، يمكن راح تلاقي ان حياته مليئة بدونك. احتمال حاولت تعرض عليه وتبين له مشاعرك، لقيت ان حياته بين العمل والاسرة والاصدقاء والناس اللي حوله تحس ان مالك مكان في حياته، وهاي الشيء اللي في الفترة القادمة راح يحسسك انه ما ادري، تحس انه كوبك ما له مكان بين عشرة الخماسيات. عشرة الخماسيات هي خلاص آخر رقم العشرة، وصل الشريك إلى اكتمال، ما في مكان عنده. شوف الصورة مليئة بالكلاب والأطفال والجد والأسرة والرفاهية، تحس أن كوبك ما راح يكون له مكان عند الشريك. ولكن الحقيقة أن برج الجوزاء برج هوائي، ما يبين لك كل شيء بطبيعته وما يتحدث عن كل شيء بصراحة، فما راح تعرف. بدل أنت تعيش في هاي المرحلة، مرحلة الحزن على شيء من أفكارك الخاصة، ما راح تعرف هل فعلا تفكيرك صحيح أو خاطئ إلا إذا حاولت. يجب عليك هني أن تحاول، هذه هي النصيحة لك. إذا ما حاولت أن تبين لمشاعرك ومن ثم ترى ردة فعله، ما له داعي تخلي شريط الأحداث كله يلعب داخل راسك لوحدك، وتستنتج النتيجة أيضا لوحدك وتعيش معاها بحزن بدون أن يعلم الشريك. خلي الشريك يدري، من حقك. أوكي؟ ولا تكبت، دائما أقول لكم لا تكبتون مشاعركم، حتى لو قوبلت بالرف أفضل من أن تكبتونها وتتراكم عندكم. برج السرطان، ستة الأغصان، الحشد والجماهير تصفق لك أو للشريك ممكن، عشر الخماسيات مرة أخرى. أحس أنت يا برج الأسد هاي الطاقة قريبة من الطاقة السابقة، ولكن هني في اختلاف، كأنما أنت عالق في الفترة القادمة. أحسك راح تحس أن أنت عالق مع الشريك، لأن الشريك برج السرطان راح يكون محاط بالناس والاهتمام، إذا كان في محيط عمله، احتمال في الجامعة، بين أهله، راح يكون جدا الاهتمام منصب عليه. وجودك في حياته في الفترة القادمة أنت راح تحس بالضغط. عشر الخماسيات هي فعلا تعني السعادة الكاملة أو الرخاء والأسرة، ولكن دام ان انت محتار معناتها الشريك مرتاح في وضعه، دائما متعود ان يكون هكذا في محيطه، هذا الشخص في بيئته شريكك. ولكن انت راح تحس انه اوكي، لان انت برج الاسد، انت الذي يجب ان يحتفل بك، راح تحس ان الشريك كأنما في شيء غلط في الموضوع، عندك حيرة، كأنما
برج السرطان هو اللي قاعد ياخذ منك الاهتمام في الفترة القادمة. ليش؟ احتمال ان الامور راح تنعكس، بدل ما دائما الاهتمام على الاسد، هالمرة راح يكون الاهتمام على السرطان. راح يلاقي شريكك في فترة بسيطة الكثير 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 من الاهتمام، راح يصبح مشغول عنك. انت كبرج الاسد هذه بالنسبة لك طاقة غير طبيعية، راح تخليك عالق، مش عارف تتخذ لا اجراء لا خطوات، مو عارف شلون تتصرف. يعني بالنسبة لك حتى كأنه ما قاعد تشوف حلول، لان عينك مغمضة ما تشوف حلول، لان ابدا كأنه ما مر عليك هذا الوضع من قبل. احتمال شريكك كان في السابق دائما منعزل، دائما انت اللي تحصل على الاهتمام بدل منه، انت اللي تقود العلاقة. ولكن بما انه هو اللي صاير في وسط الصورة في الفترة القادمة، انت راح تكون شوي في حيرة، تحس كأنما الكون قاعد يمزح معاك، حتى انت مو متأكد من ردة الفعل اللي تظهرها في الفترة القادمة. هل تلوم الشريك؟ هل تلوم اللي من حول الشريك؟ ما أدري. برج الأسد توافقك مع برج العذراء. الكوبين تمبرنس. برج الأسد في الفترة القادمة سيخذلك برج العذراء، بسبب راح يسبب لك أنت الخذلان، بسبب أن برج العذراء في الفترة القادمة هو اللي راح يكون متحكم بالموقف، راح الأمور تصبح في يده، يقدر يعالج، يقدر يختار. احتمال أن صارت بينكم أو بتصير مشكلة أو سوء تفاهم، ولكن راح يكون في وضع أن برج العذراء شريككم هو اللي عنده الكنترول، هو اللي يتحكم بصب الأكواب. ولكن برج العذراء بدل ما أنه يتحكم بالموضوع، راح يحاول أنه يجمع أو يساويك بأشخاص أنت ما توقعت أن شريكك يساويك بهم. راح تكون مثلا أنت في كفة الأصدقاء، في كفة أنت، في كفة العائلة، في كفة أنت، في كفة في شخص ثاني أنت توقعت أنه انتهى من حياة الشريك، ولكن هو بدل من أن ينتهي منه قاعد يحاول يوازن. راح تكتشف شيء هني، رأس الملاك اللي قاعد يحاول يوازن الأكواب أو يصب الأكواب في بعض، قاعد يشع من رأسه نور، يكتشف شيء أثناء العملية. شنو راح تكتشف عن الشريك؟ إنه هو احتمال وعدك أن يتخلص من شخص ما، ينهي علاقة وأنت تكون الوحيد، بدل من أن يفعل ذلك راح يخذلك، راح تكتشف أنه كنت طول الوقت مخدوع، لأن احتمال كان أنت والشريك، أنت وشخص ثاني في نفس الوقت موجودين في حياته. احتمال في الماضي، احتمال حاليا شريكك مو مع هذا الشخص، ولكن كأنما هني قاعد يلعب لي تفاصيل من القديم الماضي البعيد، اللي توك حاليا برج الأسد لسبب ما راح تكتشفها في الفترة القادمة أو راح تحس فيها. احتمال راح تشك، راح تكون عندك معلومة تشك ان شريكك برج العذراء ما تخلص من الشخص الثاني او الشيء اللي وعدك يتخلص منه، او خلاص ما يعيد يفكر فيه او ما يفعله مرة ثانية، في شيء وعدك انه ما يسوي مرة ثانية. راح تكتشف انه ما وفى بوعده على طول. ملكة الاكواب قاعدة تحاول ان تتخبأ وراء فارس الأكواب. ما الذي ستحاول أن تخبئه؟ أو من بالأحرى تحاول أن تخبئه؟ أوكي، تحاول أن تصيد الحبيب متلبسا. تحاول يا برج الأسد في الفترة القادمة كأنما راح تسوي مصيدة للحبيب، ولكن شلون؟ أنت عندك طاقة ملكة النار، وحتى لو كان ترى مو شيء متلبسا معناته في علاقة مع شخص ثاني، ممكن شيء يكون بسيط، شيء طفولي، شيء مضحك، خذها على أي مستوى يناسبك أنت والشريك، مو شرط معناه خيانة. انزين،
في الفترة القادمة أنت كبرج الأسد طاقتك الطبيعية ملك أو ملكة النار، أوكي، ملكة الأغصان، الواثقة، الحيالة، الشاطرة، المستقلة، صاحبة الأفعال، الكل يعرف سمعتها ملكة النار، سمعتها تسبقها، ولكن في شيء تحاول أن تصيد فيه الحبيب، مزحة، تحاول تكتشف شيء عنه، ولكن أنت ما راح تتحرك من على عرشك، راح ترسل شخص ثاني يقوم بعملك من أجلك، راح ترسل شخص أبدا مو أنت، مو أنت، شخص منفصل عنك، مو أنت ولكن بطريقة ما يعرفها الحبيب، لا، راح تحاول عن طريق شخص ثاني، احتمال مجرد تفسر حلم عن شخص، تسوي قراءة تارو، تسوي قراءة فنجان، تطلب نصيحة، راح ترسل حتى في أبسط الحالات طاقة أو رسالة عن طريق شخص للشريك عشان تحاول أن تصيده متلبسا. احتمال تحاول تتأكد مثلا أن مكان عمله هو اللي فعلا أخبرك إياه. أنا أشوف أن طاقة ملكة الأغصان عندها شك، كأنه واثقة من شيء داخل قلبها تريد أن تثبت لك وللعالم أن هي كانت على صح أو على صواب في اللي قالته، أوكي؟ فراح ترسل لبرج الميزان شخص، برج الميزان طبعا طاقته هي السيوف، فراح يكون في قلق، راح يكون في قلق، مو عارف شلون يتصرف، أو بالأحرى سيقع في المصيدة، يعني ملكة النار ستحصل على الجواب الذي تريده، إن هل هذا فعلا الشخص متزوج؟ هل هذا فعلا الشخص عنده أبناء؟ هل هو اسمه مثل ما قال لي؟ عندك طاقة تبي تتأكد من شيء، شيء مهم، وسترسل رسولا، أوكي؟ ما أدري، أحس إن الحبيب أو الشريك حاول يستفزك، يعرض عليك شيء يعرف إنك ما راح تتقبله، يعرض عليك شيء يعرف إنك ما تحبه، يحاول يستفزك ولكن بطريقة مضحكة، عنده طاقة المراهق. يحاول يلخبط جديتك، انت برج الاسد هني اشوفك جدي، تحافظ على صورتك الاجتماعية وشكلك ومظهرك، الشريك يحاول يلعوزك او يستفزك او يضحك معك. Page of Pentacles سترد عليه المقلب بمقلب والضحكة بضحكة، أوكي؟ أشوف هني الأسد يبتسم شوي على خفيف، يعني كأنما الشريك حاول إنه يمقلبك، ولكن أنت اللي ستكون لك الضحكة الأخيرة، لأن برج العقرب هو طاقته مائية، فراح يعرض عليك Page of Cups الكوب الصغير على سبيل المسحة. شيء يستفزك، شيء يعرف ان انت ما تحبه، ما تحب الفلفل، راح يعطيك فلفل. انت موصي يتصل فيك مثلا قبل ما ينام، ما راح يتصل فيك، استفزاز كذي بسيط عفوي، نوع من المزاح والمشاكسة في العلاقة. انت راح ترد عليه ولكن بطريقة اقوى، ما راح يتوقعها. طاقتك نارية، Page of Wands من ساعة انقلبت عندي، بس قلت ما راح اختارها، لازم تطلع هني، ولكن راح ترد عليه بطريقة أسوأ، لأن أصلاً ما راح ترسل له طاقتك الخاصة، راح ترسل له طاقة الأرض، يعني مزحتك راح تكون أقوى أو ردك راح يكون أقوى، يستفز الشريك، أوكي؟ ستة السيوف، بعد ما تخلصون مزح ومشاكسة واستفزاز لبعضكم البعض، ستكونون مستعدين أن تتوجهون نحو الأشياء الجادة المهمة بالنسبة لكم، أوكي؟ بعيد عليك يا برج الأسد. الشريك عنده طاقة طفولية الفترة القادمة، راح يحاول يستفزك بأشياء بسيطة، تسأله أسئلة جادة، يرد عليك رد غبي، توصيه إنه مثلا يسوي لك شيء ما يسويه، ولكن هو يدور عن يبي يضحك معك، أوكي؟ نيته طيبة.
انت راح ترد عليه، مع انك اشوفك هني جدا رسمي، ترد عليه ولكن حتى مو باستخدام طاقتك الخاصة، باستخدام شيء اغبى او خلينا نقول اسخف، وايضا راح تستفزه طبعا. انزين راح ترد عليه بالطاقة الترابية، احتمال راح تستفزه في شيء ضايقه، شيء ما له علاقة في الموضوع اصلا. اوكي، بعد ما نخلص من هاي المرحلة راح تكونون مستعدين ان تتوجهون نحو الاشياء الجادة. احتمال اذا انت يا برج الاسد لحد الان ما دخل حياتك برج العقرب، هذه بتكون بداية تعرفكم وانتقالكم الى مراحل اجمل مع بعض. القوس ايضا ناري، احتمال ان يكون في تضارب في الطاقة بينكم. خلينا نشوف ثمانية الاغصان. اوكي، واحد منكم راح يكون مستعد انه يعتذر او يكون الشخص الاعقل من بعد المشاجرة. اذا انت زعلان على برج القوس يا برج الاسد في الفترة القادمة، راح يقوم بشيء معين يرضيك فيه وبعدها انت راح ترضى، راح ترضى عليه في الفترة القادمة، لانه راح تشوف انه هو يحاول يحارب من اجلك. اوكي، نايت اوف وانز، عندما انت تعطيه الضوء الاخضر، اوكي، الشريك برج القوس راح يتوجه تجاهك بأقوى قوة، طاقته الطبيعية فارس الأغصان. احتمال ان في البداية كانت بينكم مشكلة، او كنت انت في حياة الشريك ولكن مو بشكل حصري. الشريك برج القوس كان عنده العديد من الخيارات، او انت كنت مشغول، انت قلت له ما تبي الارتباط لحد الان كذا كذا، انك انت مو مستعد للارتباط. ولكن في الفترة القادمة اشوف ان اثنينكم راح يكون عندكم الضوء الاخضر، احتمال انت اللي تعطيه الشريك، تبين له انك الحين مستعد وهو يبين لك انه ايضا مستعد، ويتوجه لك بكل سرعة، بكل قوة، بكل شغف، بكل حب. وايضا احس هو برج القوس انه يعرفك من زمان، لان اثنينكم طبيعتكم نارية، من السهل ان تنسجمون مع بعض. برج الجدي في الفترة القادمة معاك سيكون أكثر استعدادا للتغيير، كأنما نضج زيادة، مستعد أن يختارك أنت، مستعد أن يوفر لك كل الأمور اللي أنت تتوقعها منه في المستقبل. أوكي، وراح يحاول أتوقع أنه يتواصل معاك عن طريق التلفون، الإنترنت، السوشيال ميديا، احتمال إذا أنت بعيد عنه او ما يعرفك بشكل مباشر، اشوف انه راح يحاول برج الجدي ان يبحث عنك في السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الانستغرام، يدور جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يصل لك، لان هذا الشريك برج الجدي كان يريد ان يدخل في حياتك من فترة، ولكن الحين كأنما الفترة القادمة راح تحين له الفرصة المناسبة، وفعلا راح يستخدمها برج الجدي. فترة ممتازة بينك وبين برج الجدي بعد انتظار طويل. عزيزي برج الأسد راح يكون لك فترة حصاد، حصاد ورا حصاد. الأمور كانت متوقفة بينك وبين برج الجدي فترة، احتمال اثنينكم كنتم عاندين تنتظرون الشخص الثاني هو اللي يتوجه تجاهكم. برج الدلو يتوقع منكم انتو، وانتو ايضا تتوقعون من برج الدلو. عندنا 10 مقابل 10، طاقة مقابل طاقة، توقعات، ولكن كل طاقة في اتجاه معين. برج الدلو اشوفه في السابق كان يحارس مشروع معين عنده يخلص منه، او يثبت نفسه وظيفيا، يثبت نفسه في الحياة العملية، في التجارة، في محيطة، كان داخل على موضوع جديد،
بيحاول يثبت نفسه عشان يقدر، واخذ الموضوع من عنده شوية وقت. في المستقبل راح تكون جدا مرتاح مع شريكك برج الأسد، قصدي برج الدلو، لأنه هو سيستطيع عندما تكتمل عنده الخماسيات، الأموال، الموافقات، ترتيب الحياة العملية، يكتمل عنده راح يستطيع أن يوفر لك الحياة اللي أنت لطالما رغبت فيها. راح يأتيك ولكن يحاول أنه يخلي أموره المادية تستقر، أموره في العمل تستقر. برج الدلو ما يحب أنه يبهدلك معاه، يراك أن أنت ما تستاهل أقل من 10 ويريد أن يوفر لك 10. توافقك مع آخر برج الحوت. طبعا الحوت دائما يقولون أنهم مظلومين لأنهم آخر برج. راح نشوف القراءة مظلومين. Ace of Pentacles. لا مش مظلومين، بداية جديدة، بداية موفقة، بداية ممتازة وغير متوقعة. تخويل، راح يأتيك تخويل، راح تأتيك موافقة يا برج الأسد، موافقة كبيرة من الحكومة، من الفيزا، من الهجرة، من الدولة، من الأهل، من العمل، إن أنت إما تسافر وتلتقي بالحبيب، إما أنك ترتبط بالحبيب، ولكن في الفترة القادمة راح تكون مع الشريك. كنت تنتظر أو الشريك ينتظر أن تحصلون على الموافقة النهائية، شيء في الإجراءات ما أعرف شنو بالضبط، احتمال واحد منكم يحتاج فيزا عشان يسافر ويرى الثاني، أو يحتاج إجراءات معينة عشان يستطيع يتزوج من الشخص الثاني. بس في بروتوكول، في بروتوكول معين حتى في الشوفة الشرعية، كأنما أنت قاعد تحاول أن أنت وبرج الحوت تحاولون أن تطبقونه بأفضل طريقة عشان ترتبطون. أوكي، ملك الأكواب، أنت أو الشريك، ولكن سواء العرض راح يطلع من الشريك تجاهك او منك تجاه الشريك، العرض اللي قلت لك عنه راح يخلي برج الحوت، البرج اللي يقول دائما هو مظلوم، لانه في الاخير مثل الملك المتربع على العرش، لدرجة ان هذا الملك لما تسأله شنو تحتاج راح يقول لك ما احتاج ولا شيء، عندي كل شيء، كل شيء حلم فيه برج الحوت معاك راح ان شاء الله يبتدي يتحقق بداياته في الفترة القادمة. كانت في امور متعلقة في السابق كنت تظنون ان انت معاه تقدرون تحلونها، ولكن لا، كأنما حتى في موافقة من السماء، توقيت لازم تتمونه قبل ان تستطيعون الزواج، كأنما حين حصلتوا على الموافقة، التصريح، شيء معين، الحين انتوا تستطيعون الارتباط مع بعض في الفترة القادمة، ولو مو الارتباط بشكل كامل تعملون على بداياته، تحطون للأسس، تبتدؤون توفرون، تبتدؤون تختارون مثلا المسكن، بدايات ان شاء الله في الفترة القادمة مع برج الحوت. الحمد لله برج الحوت ما راح يكون مظلوم بعد الآن. وراح اسحب لك اخر شيء، اكثر كرت كرر عندك يا برج الاسد، كأن اتوقع فارس الاكواب، the cosmos، creativity، fastness، ايضا القمر هو كرت برج الحوت، اخر كرت انهينا فيه القراءة. the cosmos، الكون او الاكوان، تعني لي هني ان الفرص، اتساع الكون، يعني لان انت يا برج الاسد في الفترة القادمة
خياراتك كلها أغلبها ستكون مفتوحة أمامك، كأنما السماء تفتح أمامك. قلت لك في آخر قراءة اختصرنا إحنا في موافقة معينة تنتظرها، موافقة سماوية أكثر من أنها هي من الأشخاص، حتى لو كانت من الأشخاص اللي السبب الحقيقي اللي وراءها اللي منحه والله سبحانه وتعالى. لما تحصل على هاي الموافقة أبواب السماء ستفتح أمامك من أجل أن تطلب وتسعى من عشان أي شيء في حياتك في الفترة القادمة، الزواج، الحب، الانتقال من بلد إلى بلد، فيزة عمل، مشروع معين في بالك. أبواب السماء كلها آذان صاغية لك، خصوصا أنت يا برج الأسد عندك كرت الكوزموس، انفتاح جميع الفرص. أوكي، فلا هنا مجرد التحذير بسيط أن لا تقع في لا يكون تفكيرك ضيق في الفترة القادمة، تتوقع أن أنت فقط لك أمنية أو أمنيتين تستطيع أن تحققهم. أمامك جميع الأمنيات كلها متاحة أمامك للتحقيق، وبداياتها إن شاء الله تبدأ في الفترة القادمة، فخذ راحتك واستغلها أفضل استغلال. عندك أكثر من 3 أمنيات، كل الأمنيات متوفرة عشانك. تكلم، اسمع السماء صوتك، اسمع الله صوتك، لأن السماء في الفترة القادمة كلها آذان صاغية لك أنت يا برج الأسد. قلت لك في أكثر قراءاتي برج الأسد هاي الفترة دائما قاعد يطلع، مو بس برج الأسد، حتى طاقة الأسد، حيوان الأسد نفسه قاعد يطلع. هذا هو وقتكم أنتوا بالذات، ليش؟ مو لازم نعرف ليش.